السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم نعمل ريفيو صغير عن ماكينة الأوفرلوك 4 فتلة. الماكينة اللي معانا النهاردة هي موديل كرياتيف، ماكينة مكونات ياباني 100%، صناعة صيني درجة أولى. سعر الماكينة حوالي 3500 ل 4000، بتروح سعرها في الرينج ده. الماكينة طبعا معدن من الداخل بالكامل، ده شكلها، خامتها ممتازة جدا، وده طبعا بيبان في وزن الماكينة. وزنها تقيل حوالي 10 كيلو. اهو هنا هتلاقي القطر، ده البوكس اللي بينزل فيه القماش اللي متقطع. هنا طبعا تفتح البوكس دوت لما بتيجي تلضمي الإبرة. موضوع لضم الإبرة هنا سهل، وبديكي هنا خطوات والطريقة بتاعة اللضم. هي طبعا الماكينة بتيجي ملضومة اوتوماتيك من المصنع، لكن طبعا كده كده هتحتاجي ان انت تلضميها، فاحنا عاملين فيديو كامل لطريقة اللضم بتاعتها. ده البوكس اللي بيركب هنا عشان طبعا القماش. دي بكرة التحكم في الإبر، ودي طبعا لتظبيط حجم الخياطة. هتلاقي هنا بكرة أيضا خاصة بالجزء بتاع القطر. الماكينة كشكلها ممتاز جدا وشكل عصري حديث. ده شكلها من ورا، اوفرلوك ماشين، موتور 90 واط، 220 ل 240 فولت، 50 هرتز، ميد ان شاينا. بس ده كل حاجة عن الماكينة، وطبعا اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.